بسم الله الرحمن الرحيم. أهلنا الكرام، في بداية هذا الموسم نرحب بكم وبضيوفنا في الرياض. أبى أقولكم قصة. كان في يوم من الأيام، أنا من عائلة متوسطة، أمي وأبوي كانوا في يوم من الأيام يجمعون راتبهم عشان سنة يسفروننا يورونا الدنيا وسنة نجلس في الرياض. هذه قدراتنا وما عندنا شيء في الرياض. مين كان يتخيل إننا نشوف كل هالشيء في الرياض وفي بلدنا الحبيبة؟ أبى أقول لكم شيء وبوضوح، هالشيء كله ما كان بيصير لولا وجود، قبل كل شيء توفيق الله سبحانه وتعالى، لكن لولا وجود شخص في مقام ورؤية سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان. سيدي محمد بن سلمان، شعبك اللي قاعد تقدم له كل اللي يبغاه، واللي قاعد تنقله من مكان لمكان، وقاعد يعيش الحياة الطبيعية اللي مفروض يعيشها أي شعب في العالم، هو اللي بينك وبين المضرة من غزة الشوكة لسكرة الموت. احنا فداك، الله يحفظك ويحفظ قبل كل شيء مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اللي عطى الرياض 60 سنة واكثر. وفي الاخير اقول لكم ابتدينا، واهلا وسهلا بكم في موسم الرياض. شكرا لكم، ونشوف احلى واحلى في بلدنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.